السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى تكونوا بخير والعائلة ديالكم بألف خير إن شاء الله. اليوم غنتكلموا على موضوع اللي هو مهم جدا، كثر عليه القيل والقال، ألا وهو العدد الرسمي ديال الناس اللي تصابت بالفيروس منذ بداية الوباء هنا في إيطاليا، الناس المهاجرين. علاش؟ حيت كثرت الهضره بزاف، واش المهاجرين كيمرضوا ولا ما تيمرضوش، وواحد العقليه ديال المؤامرات اللي كاينه هنا في ايطاليا ضد المهاجرين. غنحاولوا نتكلموا على هذا الموضوع، وكذلك غادي نشوفوا اشنو واقع في ميلانو. الا كنت اول مره كتشوفني انا سميتي سفيان، هذه قناه اخبار ايطاليا، شاركوا في القناه باش تبقاو تتواصلوا بجديد الاخبار ان شاء الله. كما غتكونوا لاحظتوا في الايام السابقه، لاحظنا بزاف لا في الفيسبوك لا في الواتساب رسائل بالايطاليه كيدوروا على علاش سترانيري، علاش ليميغراتو، علاش المهاجرين ما تيمرضوش بالكورونا. يعني واحد التساؤل اللي هو غريب، لدرجه انه شنو واحد الايطالي كان اتصل بواحد البرنامج اللي هو جهوي، ماشي اذاعه ناسيونال، ماشي اذاعه وطنيه، ولكن اذاعه جهويه، اتصل بهم وكان هضر مع المذيعه وقال لها علاش الميغراتي ما تيمرضوش. يعني اجاب الله، هي قطعت عليه وجاوباته زعما كان عطاته هضره في الصميم وقطعت عليه التليفون. يعني كنلقاو وصلنا دابا هنا في ايطاليا، وهذه العقليه كاينه كثيره بزاف ديال ان المهاجرين ما تيمرضوش، لان المهاجرين سيرتو كيقول لك اللي كحال ما كيشدش فيه المرض. يعني واحد الكلاخ، واحد النقصان ديال العقل وديال الفكر، يعني باش نقدروا نقولوا نلخصوها في كلمات قليله، بنادم كيتوصل به لانه كيقول بلا راه الفيروس كيميز ما بين اللي ابيض وما بين اللي كحل، ما بين اللي ايطالي، ما بين، يعني بحال الفيروس كيشوف لك الباسبور ديالك وكيشوف لك الكارت ديالك قبل ما يدخل فيك زعما كاين، وقبل ما يتعادى به. لدرجه انه كيف ما غتلاحظوا معايا هنايا في هذه الصوره اللي كاين، ميساج كان كيضرب بزاف في الواتساب هو ديال شخص كيقول للناس علاش، يعني حاجه غريبه، علاش ما كيمرضوش المهاجرين، ولا مشيتو اي سبيطار وطليتو على الناس اللي داخلين في هذاك السبيطار كياخذوا يعني العلاج، ما غتلقاو حتى شي واحد ايميغراتو في مختلف الاعمار ديالهم. يعني بحال بنادم يقدر يمشي للسبيطار، علاش غتمشي للسبيطار باش تكونترولي واش كاين شي ايميغراتو، واش كاين شي مهاجر ولا لا؟ يعني الكلاخ في ابهى الحلل ديالو صراحه. ولكن اليوم جاو، البارح بالعكس، البارح جاو الارقام الرسميه ديال الوباء هنا في ايطاليا، شحال مرضوا به ديال المهاجرين، شحال من المهاجرين خذوا المرض، وان شاء الله حنا غادي نحاولوا نقراو هاد الارقام، راه خاص شويه التركيز فيهم باش نقراوهم باش نعرفوا شحال ديال الناس اللي مرضوا. مدير ديال القسم ديال الامراض المعديه في المعهد العالي ديال الصحه هنا في ايطاليا اللي هو جانيني ريتسا، خرج الارقام ودلى بهم واكد بلي راه المهاجرين كيتصابوا بالفيروس كيف ما كيتصابوا الايطاليين، والنسبه ديال المهاجرين اللي تصابوا بالفيروس منذ بدايه الوباء في ايطاليا حتى 22 في شهر 4 هي 5.1. ولكن اجي نشوف هذه الارقام مزيان. كيف ما قلت لكم، منذ بدايه الوباء حتى 22 ابريل كانت 179 حاله في ايطاليا، 179 حاله، ولكن الارقام في هذه الحالات اللي كانوا درسوا وعرفوا شكون هما يا وداروا عليهم لي ستاتيستيك وداروا عليهم بحوث وداك الشيء، كانت 124 الف حاله. يعني كنتكلموا على تقريبا مواصلات، ولكن تقريبا 70% ديال الحالات اللي كانوا عندنا نهار 22 ابريل، الحالات اللي كانوا عندنا ديك النهار هما اللي درت عليهم الدراسه وهما اللي خرجوا فيهم هذه الارقام وعرفوا الجنسيه ديالهم. في هذه 124 شخص كانت 6395 شخص اللي مهاجرين ماشي جنسية إيطالية اللي كانوا مرض بالفيروس. يعني كنتكلموا على نسبة 5.1، ولأنه العلم ديال الإحصائيات كيقول لنا كل ما يعني كانت النسبة ديال الناس اللي درت عليهم الدراسة اللي في هذه الحالة 124 ألف حالة كتكون النسبة يعني تحددت في 5.1، راه واخا يكثر العدد واخا يدوبل واخا يولي ثلاثة المرات، النسبة ديال 5% راه كتبقى ديما تقريبا هي، يعني 5% ما غتغيرش بزاف. يعني هذا الحساب اللي كيكون راه نادرا ما غادي ترجع تولي 6% ولا غتولي 4% غتنقص، يعني حيت كيبقى داك الشيء تدريجي غادي. ولا خدينا هذه النسبه ديال 5.1% وحطيناها على الرقم ديال اليوم اللي باش نشوفوا اليوم 9، يعني في شهر 5 شحال من واحد اللي غيكون مريض، تقريبا غتجينا 11000 واحد اللي خدا الفيروس منذ بدايه الوباء في المهاجرين. هذا ماشي رقم، الرقم الثاني ماشي رقم رسمي، ولكن انا خدينا ديك النسبه ديال 5.1%
راه تقريبا راه غادي تكون هي ديك 11000 واحد شخص. حاجة أخرى اللي مهمة بزاف هو أنه المعهد العالي ديال الصحة هنا في إيطاليا من بين الأرقام اللي خرجوا رقم اللي مهم جدا هو أنه خطر الدخول للمستشفى، يعني الخطر أنهم يشدوك تاخذ علاج في السبيطار عند المهاجرين كثر من الطليانيين بنسبة 1.4 المرات، يعني كون كانت جوج المرات يعني كل النسبة غتضاعف ديك الساعة، ولكن حنا داويين على 1.4 يعني ما تضاعفتش ولكن راه 1.5 تقريبا، يعني راه عالي بالنسبة للمقارنة، يعني الخطر ديال واحد مهاجر أنه يشدوه في السبيطار أكثر من واحد ديال واحد شخص إيطالي. علاش؟ هاد الأسباب باقا ما خرجاتش، باقا كيدرسوا فيها، ولكن على ما أظن ربما كيمشيو معطلين، ربما تيقول ما فياش تكون راه شي حاجة، ربما ما كيمشي حتى كي يعني حتى كيولي عنده أعراض خايبة مقارنة بإيطاليا اللي عي كيحس بالسخانة كيقدر يعيط للطبيب ديالو وكياخد وكيمشي يدير التحليلة. يعني ما بين تفسيرات تقدر تكون هذه، ولكن ماشي تفسير رسمي. فيما يخص كما قلت لكم في الأول ميلانو وأشنو وقع فيها البارح، صراحة داكشي اللي وقع في ميلانو والبارح راه صعب جدا كيف ما غتشوفوا معايا في هذه الصورة. ناس خارجة في النافيلي كتشرب تمايا قهوة عصير كتشرب حوايج اخرين، المهم بلا ماسكرينا، يعني بلا ماسكرينا بلا حتى شي حاجة، مجمعين واقفين حدا بعضياتهم، ما كاينش حتى ديك المسافة ديال الأمان، يعني واقفين بحال ما ناقصهم حتى شي خير، بحال ما كاين حتى شي مشكل هنا في إيطاليا وسيرتو في ميلانو. المشكل هو أن لومبارديا كتسجل نصف حالات ديال إيطاليا يوميا، يعني كنتكلموا على والبارح يعني يومين هذه كانت سجلت 1400 حاله في ايطاليا كامله، 700 في لومبارديا بوحدها، ميلانو كتسجل واحد العدد كبير ديال العدوى حتى هوايا، وهذا الشيء خلى السينداكو صالا كيتعصب مزيان واستعمل الكلمات اللي ما ملفش يستعملهم عمرهم استعملها، يعني بحال خرج معاهم شويه الهضره اللي قبيحه ما كتقالش، قالها هوايا، قال لهم دابا غادي نتقلق انايا، غنتقلق حيت الا كنتو نتومايا نتوما، هو راه قال هضره مزيان وقال الا خرجت انا وشكرت الميناليز يعني الناس ديال ميلانو على التعامل اللي تعاملوا معاهم مع الجديه اللي خادوها مع الفيروس، كاين واحد النسبه ديال 1% اللي ما واخدنش الفيروس بجديه وغادي يقدروا يخرجوا علينا حنا، لذلك انا قال لهم ما غنسمحش بهذا 1% يخرج على الاخرين، قال لهم حنا ميلانو خاصها ترجع تخدم، وماشي زعما كاين رغبه ولا زعما كاين باغي نمشيو نخدموا، ولكن راه واجب علينا لابد ما نمشيو نخدموا، حيت الا لقينا هكا راه غيولي مشكل كبير. وصراحه البروتيكسيون تشيفيلي بوري اللي فاش دوا هذاك السيد اللي كان كيخرج يقول لنا الارقام يوميا وداك الشيء، مشى دوا في واحد الكوميسيون ديال البرلمان يومين هادي نيت وقال لهم الا العدوى في ايطاليا بدات غادا كتطلع، ودابا هذاك اللي عندي شهر ريت زيرو الا بدا كيطلع راه غادي نكونوا مضطرين ان نسدو كيف ما كنا في الاول، وهذا الشيء اللي ما كنتمناوش صراحه. الانتشار زيرو هنا في ايطاليا راه على حسب المناطق، كاين شي مناطق فيها 0.5 وكاين شي مناطق اللي فيها 0.7، يعني 0.7 0.8 0.9 1. وبطبيعه الحال ملي غادي يولي عندنا الانتشار زيرو فيه 1 كيعني كل شخص مريض يقدر يعادي لنا شخص اخر، يعني دابا حاليا كيف ما قلت لكم راه 0.5 يعني كل واحد مريض خاص جوج يعاديو واحد، مثلا نعطيكم مثال جوج مراضي يقدروا يعطيونا واحد نتعادل، العكس هو الا كان واحد يقدر يعادي لنا شخص اخر، وداك الشخص يقدر يعاد شخص اخر وغادي تكبر الوباء. في الاول ديال الازمه هنا في ايطاليا كان الريد زيرو كان ثلاثه، شخص واحد مريض كيعادي ثلاثه، وهذوك ثلاثه كيعاديو ثلاثه اخرين وغادي كيكبر، علاش الفيروس انتشر بزاف في ايطاليا. دابا هذاك واحد ما خصهاش يوصل انه واحد يعادي واحد اخر، دابا حنا في 0.5 0.7 رقم ممتاز خاصو يبقى بحال ما هو كاين، وهما كيتسناو انه غيطلع شويه، لا بد ما يطلع، ولكن ما كيبغيوش ما باغينش انه يفوت الواحد، الا فات الواحد راه مشكله صراحه. السؤال اللي غيطرحوه بزاف الناس دابا، امتى غادي نعرفوا هاد الناس اللي تعاداو حاليا؟ على حسب سامبل بروتيكسيون تشيفيل الوقايه المدنيه قال لك الارقام ديال الناس اللي خرجات نهار 4 في شهر 5، يعني منهم انانيت الناس اللي خرجت تخدم وداك الشيء، والناس اللي بدات تخرج للزريده بدات تدخل في تجري وداك الشيء، هاد الناس غادي يبداو يبانوا لنا في احصائيات ابتداء من الاسبوع القادم، يعني منتصف الاسبوع القادم ان شاء الله غيبداو يبانوا لنا في الاحصائيات. علاش؟ حيت الناس مثلا ناخذ مثال واحد خرج نهار 4 مشى للخدمه وفي الخدمه عاد راه ما غيبانش ديك النهار، ما غيبانش النهار اللي الغد ليه، ما غيبان على واحد السيمانه اقل حاجه 10 ايام 15 يوم كاقصى حد، يعني هادشي علاش. نتمنوا حنايا
ما يطلعش بزاف اللي يدي شارد زيرو، حيت صراحه يعني الا طلع راه مشكل كبير، غادي يعاود يضطروا انهم يسدوا، وهذا الشيء اللي ما كنتمناوش. الفيديو ديالي غيكون وصل للنهايه ديالو هنايا، نتمنى انه يكون عجبكم، وكيف ما ديما ما تبخلوش علينا باللايك، ما تبخلوش بالكومونتير، وتخليوا التعاليق ديالكم ان شاء الله. تهلاو فريوسكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.